نسوان اخر الزمان، لك اي يوم لك بدها جاهز، بدها جاهز. ام قرش ما هي فاضيه تطبخ، ما عندها وقت، مشغوله مشغوله. لك اذا عندها خيطه الجلايه بتجلي، والغساله بتغسل، والقلايه بتقلي، والغلايه بتغلي. لك ما هي فاضيه ست الحسن والجمال، لنبركك هيك لنصمدك نتخلق في حسنك وجمالك. لا شك انت يوم لقيت جايبينك، جايبينك نتفرج على حسنك. وهالرجال عم بيشتغل من الصبح للمساء، ان شاء الله 60 عمره. ايه خلي لحق لك جاهز لكرشك. لا تطبخي بركي، افضي لقهواتك وطراتك وروحاتك وجياتك، لا والتيك توك كمان يوم تكا، لايفاتك وجستاتك، هدول اهم من جوزك وبيتك. قصد القرد ان شاء الله. لا حدا يحكي معي ولا بدي احكي مع حدا، ولا حدا يجي لعندي ولا بدي اروح لعند حدا. ايوه ولا حدا يدق لي ولا بدي ادق لحدا، لا حدا يسال عني ولا نسال على حدا. هيك مرضانة أنا لأني مرضانة، ديروا بالكم إذا دقيتولي بتنعدوا. أيوة ديروا بالكم تدقولي بعديكم بعدين. لكن بكل الدنيا الله خلق نهار العطلة للعطلة، العالم تطلع تشم هوا، تروح مولات، تروح على البحر، تروح على الحديقة، تروح تفطر في الحديقة. خيطو ما عم نقول له خدنا فطرنا في المطاعم إلا عنا يوم العطلة مشان ينام للظهر، مشان يقعد يشرب قهوته للعصر ويفيق على قلي لقلك هو وولاده، ونقار ونقير هو ومرته، وكل نهار قتال وضريب على قلي لقلك. وايش طبختينا وايش عملتينا، وهي ليش هون وهي ليش هنيك، وحاطط راسه في راس هالتليفون وبيرك. هيك نهار العطلة عنا نحن، نيقع على الخليقة لأنه